أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله دعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصر وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم
عزيز حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin sekalian, qari yang baru sahaja memperdengarkan bacaannya sebentar tadi ialah Encik Ahmad Daniel bin Muhammad Rizal, wakil negara Singapura. Ayuhal hudhurul kiram, kunna qabla qalilin ma'at tilawatil mubarakati min ayatillahil bayinat, talaha alayna al-qari us-sayyid Ahmad Daniel bin Muhammad Rizal, al-musyariku min jumhuriyati Singapura.